بسم الله هيا دخلوا في الاخر تاع الله يسلمك. كما تعلمون ولاية خنشلة تحت المرتبة الأولى وطنيا في هذه الشعبة من حيث الإنتاج والمساحات المغروسة. هذا السنة الإنتاج تم تقديره بمليون وستمائة وخمسين ألف قنطار، وكما تعلمون بأن فيه ديناميكية على مستوى هذه الشعبة بالولاية من خلال إدخال تقنيات جديدة اللي هو ما يعرف بالبساتين المكثفة، من العام الأول والثاني تدخل في الإنتاج اللي خلات الفلاحين يستمروا في هذا النمط من الزراعة، واللي بدأ ثمار تاعه تقطف على مستوى الولاية. والغرفة الفلاحية اليوم رانا متواجدين في عين المكان، رانا نعاونوا في الفلاح، نوقفوا معاه فيما يخص الأيام الدراسية، فيما يخص ثاني تطوير شعبة التفاح. عندنا ثاني اتفاقيات مع التعاونية، معظم التعاونيات عندنا ثاني اتفاقيات في التكوين مع الجامعة فيما يخص تطوير هذا الشعبة. ذروة الإنتاج نتاعو هنايا راهي كما نشوفوا شجرة تقدر تمد لنا حتى العشرين كيلوغرام، وهذا في كي نحسبوا معدل الأشجار في الهكتار اللي هو 3000 شجرة نلحقوا 600 قنطار في الهكتار، وهذه هي الأداة اللي ترفع المردودية نتاع الهكتار باش نضعفوا المنتوج الوطني من التفاح ويستفيد المستهلك بسعر جيد وكذلك المنتج بتكلفة أقل، وهذا هو الهدف نتاعنا اليوم من إحياء هذه الطبعة لدعوة كل المستثمرين للتوجه نحو الزراعة المكثفة، المستثمرين خاصة في شعبة التفاح من أجل رفع المردودية.